السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عادة الحياة، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فوائد الزعفران المتعددة، وإزاي إن احنا نقدر نعد كوباية شاي زعفران مفيدة جدا للصحة، وإيه هي المخاطر بتاعته. ولكن لو أول مرة بتزوروا القناة، فضلا منكم وليس أمرا قوموا بالضغط والاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد. لايك وشير للفيديو إذا عجبكم. معانا هنا الزعفران بيكون عبارة عن شعيرات، تمام. ده الزعفران المتاح في مصر تحت مسمى زعفران اسباني اصلي. الدول العربية خاصة المغرب بيكون عندها الزعفران اللي هو الاصل الاصلي يعني، ودول كتير جدا بتتميز بوجودها فيه. فوائده كتيرة جدا جدا، غير ان احنا ممكن نستخدمه كتوابل. هو بيدخل في علاجات للجسم كتير جدا، على رأسهم ازالة السموم. هو كويس جدا لمضاد الاكتئاب. المكونات الفعالة في الزعفران بتجعله يساعد الجسم على فقدان خصائص الإحباط، وبيكون من المواد الغذائية الضرورية في بعض الأحيان. كمان مهم جدا للجهاز الهضمي، لأن الزعفران أيضا بيساعد على عملية الهضم ويمنع الإسهال والإمساك واضطرابات القولون المختلفة. كمان بيكون كويس جدا في تكوين الخلية وإصلاحها. البوتاسيوم الموجود في الزعفران هو مصدر ضروري جدا لتشكيل الخلية والإصلاح. بالنسبة لأمراض القلب وضغط الدم، بيساعد البوتاسيوم على الحفاظ على ضغط الدم ومنع أمراض القلب. بينتج خلايا الدم. الحديد هو عنصر مفيد جدا في الجسم، فالزعفران غالب الحديد اللي بيعمل على تكوين الهيجلوبين، وهو مساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء. كمان بيحافظ على الصحة بشكل عام، لأنه يحتوي على المعادن زي الكالسيوم، ومحتوي على الفيتامينات، ومحتوي على بروتينات بتصحي كل، سواء كان معادن، حديد، مضادات أكسدة، فيتامينات، بروتينات، كل دي حاجة بتحافظ على الصحة الكاملة بشكل عام. كمان هو كويس جدا جدا للجلد، بيعمل على تجديد خلايا الجلد وبيجعله اكثر اشراق. ممكن جدا كمان ان احنا ندخله في الوصفات، غير ان انت ممكن تستخدميه كتوابل بيقينا من الامراض بشكل عام. كل اللي انت محتاجيه في اليوم واحد، ما يتاخدش اولا لفتره طويله. الحامل والمرضع ممنوع ان هي تاخده. الناس اللي هي عندها اكتئاب شديد، برغم ان هو بيعالج الاكتئاب، بس الناس اللي هي داخله في اكتئاب ذو الحدين ممنوع انها تاخده. لو هتاخديه في اليوم ما تكتريش عن جرام، يعني بعض الشعريات لان ده جرام ونص، هنتكلم هنا مثلا هناخد 3 ارباع جرام، اقل من الجرام اهو. وبتحط عليه المية المغلية بتاعتك وبتشربيه. وكمان هو كمان بيقوي النظر. الناس اللي عندها ضعف في النظر، هو بيقوي كمان النظر. الناس اللي هي بتشتكي من ضعف النظر، كويس بيقوي النظر بشكل كبير جدا جدا. فان شاء الله ان شاء الله فوائده كتير جدا. اهم حاجة اياكم والاكتر فيه. اقل من جرام يتاخد، ما يتاخدش لفترات طويلة. لكل شيء فايدة ولكل شيء مضار. يا رب اكون قدرت اوفيكم. متابعينا الكرام، دمتم في حظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.